ولهذا خليني نحكي لكم واحد القصة. احنا قالوا علينا قصاصين، نقصوا الحاجة اللي تنفع ان شاء الله. اه هذه هي للعبرة ان شاء الله. القرآن يقص كما قال هذاك علي جابر الفيفي في كتاب اليوسفيات، قال لهم نحن نقص عليك احسن القصص، قال لهم القرآن يقص، الله يقص يقص، مالاش نقصوا القصص الضعيفة ولا الفساد ولا خرافات ولا مالاش نقول لك انا جاني فلان في المنام ولا لا لا، انا نحكي لك حاجة واقعية عشناها ناخذوها للعبرة. انا تكلمت على الآية هذه وقلت جميعا زوج من خواتاتنا البنات اللي كانوا مشاكل يشتغلون في الحرام، خدمتهم الحرام، عيطوا لي من مكان معروف بالحرام، والله العظيم كل وحده وحدها، وحده ما تعرف وحده، عيطوا لي سبحان الله في يوم واحد قالوا لي شوف احنا خدمتنا اللي ما يتوبوش منها، قالوا لي ولكن كلمه جميعا والله العظيم غير توبتنا، والله قالوا لي والله غير عدنا اشهر والله ما ارتكبنا الحرام ورانا ناكل الحلال وتوبنا توبه نصوحه والحمد لله. كل وحده منهم حكت لي نفس الكلمه وكانها تعرف الاخرى، والله العظيم قالت لي كلمه جميعا هذيك وكلمه يا عبادي هذيك اللي خلاتنا نرجع، عرفنا بلي كاين رب الرحيم مازال فاتح التوبه، لانه احنا واش درنا؟ احنا جينا وقفنا في الفيترينا وغلقنا على الناس باب التوبه، ولينا نقولوا هذا تخلص عليه، هذا باين كيفاش راح يموت، هذا وين نعرف؟ احنا ربي سبحانه وتعالى، واحنا رانا ارباب من دون الله، ياك ربي يمد رحمته، وربي عز وجل قادر يذل انسان يبطل الصلاه في اخر عمره ويموت، قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يبقى بينه وبينها الا شبر او ذراع. فيعمل بعمل اهل النار فيموت على ذلك فيكون من اهل النار، نسال الله السلامه والعافيه. هذا يخوف ولا لا؟ لا. وكاين كاين الناس: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه اهل النار، حياته كامل مسكين في في هاويه في الخمر في كذا، ومن بعد دقيقه الاخرى مسكين طيب قلبه مليح كذا، دقيقه الاخرى بقى له عام عامين وليدات خلصوا له عمره واستحى وصلى وراح دوش وحكم طريقه وبطل هذوك الامور كامل تاع دعاوي الشر، صلى واحد العام عامين في السبعينات ولا الستينات وربي يتقبل منه وكان من اهل الصف الاول وراح يصلي في الجامع ومات موته زينه ما شاء الله. ربي يتقبل منه وكان من اهل الجنه. فاذا الان واحد يختار فينا كيما يموت او ربي اللي يختار، نسال الله يختم لنا ولكم الحسنى.